الثلاجه لا في الشمس. يبقى غير هكذا في الكوزينه ما يكونش الحراره؟ لا، وكنخليوه حتى كيولي مزيان كيطيب، وكنقطعوا دي طونش رقاق، نقدروا نديروهم في دي سالاد، نقدروا نديروهم في بيكنيك في الخبيزات هكا. نعم. بحال كيتسمى بحال دي جاكوي، هي كيطيب بالملحه. كيطيب بالملحه وكيكون زوين بزاف. دابا غادي نهضروا نخليو هذاك الشيء ينزل ياك. آه. وغادي ربما نجمعوا نزول عليك هادي، عرفتي شنو يجيك مليح؟ نحيد هادي كاع كلها تحيدها؟ هي راه هنا قدامي، وغادي نعطيك هاد الشيء. بالنسبة دابا غنملحوا الحمام. اييه. غنديروا لهم الملحة والبزار باش ما يجيش باسل كي قلنا. بحال هكا. شفت الملحة هكا. فرخت السمن تيدير لهم مليحه وبزيره من الداخل. صافي نعمرو باش ما يتحق لينا هادشي. صافي غتولي كي كيقولوا شفافه ونطفيو عليها. صافي نعمرو هادو بعدا بالكسكسو. واخا كسكسو معاه اللوز مقلي معاه اي كنذكر الماء ديال الزهر شويه ديال الزبده السكر وكاينه معاه شويه القرفه. شويه القرفه والماء الزهر. غادي نعمروا السمن وغادي نخيطوه بالبره والخيط ومن بعد غادي نعاودوا نتلاقاو باش غادي نكملوا التحضير. هو دابا سالينا تقريبا يعني. صافي يبقى دابا غادي يبقى غير الفران. كناخذوا ذاك البصله تنغطيوها به ولا تنديروها؟ لا تنغطيوها به حتى كدوز واحد تقريبا ثلث ساعه ومن بعد كنقلبوا الحمام. هذيك البصله غير بحال كتفزقوا شويه وتدخلي ديك لاصوص ديالك. هاي صافي وكتخلي تكملي له الطياب ديالو تقريبا واحد 45 دقيقه وعاد انه حتى انه واقيلا كتحميه ما تخليهش يتحرق من الاول ويبس. بصح خصو فغادي ناخذوا المقادير ديال هذا الاشياء اللي استعملنا باش نوجدوا السمان معمر بسكسو وباللوز ومدير مع البصله في الفران. وغادي نعاودوا نتلاقاو غادي نشوفوا ان ديسير. ان ديسير هو عباره عن كريمه. غادي تشوفوا معنا الاشياء اللي معموله فيها. غادي يكون فيها الزعفران، غادي تكون فيها الخزامه ديال البلاد والعسل كتجي هائله. العسل والقشده الطريه. واخا لالا بالنسبه لاكريم كاين عندنا الحليب. الحليب 200 مليلتر ديال الحليب 20 سنتيلتر يعني ربع عقل شويه. هي 20 سنتيلتر ديال الحليب كنديروا فيها جوج معلقات كبار ديال الخزامه. الخزامه هي بالمناسبه الخزامه حتى هي عندنا في الجرده ديال هنايا راه هي القدام شويه كاينه. غادي نرميها هنا باش تطبخ مع الحليب تغلي وتطلق داك المذاق ديالها. نحرك شويه باش هذا الديسير كيجي كريمي بحال الشكل ديال الباناكوتا غير هذا فيه الحليب لان الباناكوتا كتكون فيها غير الكريمه بوحدها. شحال عندك هنايا ديال لاكريم؟ هنا كنديرو 400 مليلتر كلي 40 سنتيلتر. اييه كتكون شويه عقده ماشي خيلة. عقده كان ما كان حتى كنديرو ما كنخلطوها مع سميتو حتى كيبرد شويه الحليب اللي كان نصفيو الحليب الخزامه كنحيدوها من الحليب كنصفيوه كنديروا عليه ورق الجيلاتين اللي كنكونوا فزقنا في الماء من قبل. اييه ثلاثه بالنسبه لهذا القياس هذا. كنفزقوها كنرميوها في الحليب مازال سخون شويه وحتى كتذوب كنضيفوا الزعفران والعسل. العسل كاين هنايا 100 غرام ديال العسل. 100 غرام ديال العسل. 100 غرام ديال العسل وتديري واحد ثلاثه القبصات ديال الزعفران الحار ثلاثه. صافي وقلتي لي انه واحد الحاجه مهمه انت هي كتسربي هذا الديسير هذا في هذه غمكان كتزوليه من الغمكان. تندهن هنايا بشويه الزيت وتنقطع هادو دويورات على هذا القياس تلصقهم بحال هكا مزيان ومن بعد ملي كان يكون ذاك الخليط صوبناه وسريناه كنكبوه هنايا ونخليوه في الثلاجه شي 4 سوايع على 5 سوايع حتى تيشد فراسو تيقبض. من بعد كان تنديروا ليها بالموس ونقلبوه في سميتها ونزينوه صافي ها هو وجد. الريحه ديال الخزامه هكا جايه
وراه الخزامه مزيانه للبرد. الناس اللي فيهم البرد داكشي راه كي زوينه الريحه ديالها مع الحليب. عجيبه. غادي نحاول نضغط باش يخرج داك الريحه ديال الخزامه. ما نخليش حتى شي قطره باش داكشي كلشي يتخلط مع الحليب. غادي ندير الجيلاتين. ها هو ثلاثه ديال الوريقات ديال الجيلاتين. الوريقات بالنسبه لهذا المقدار مع السخون باش ما يكونش فيهم الماء. ها هو معايا. نحرك مزيان. دابا غادي تذوب لا جيلاتين. غادي تزيدي العسل 100 غرام ديال العسل. ها هو راه تقريبا داب. مابقاش نزيدو زعفران شعر. غنديرو ورا العسل تماما. هاي حيت خاص الكميه اللي دار ما تكونش كثيره باش حتى حاجه ما تغطي على المذاق الاخر. كل يخرج لينا المذاق ديال الخزامه والمذاق ديال الزعفران والمذاق ديال العسل. نعم. دابا هذا حتى غادي يبرد وغادي نخلطوه مع هذا. كنحاولوا نطربوها واحد شوي ماشي تطلع مزيان غير شويه باش تجانس حيت كتكون هي بعض المرات تلقاها مكركبه. نعم. تنخلطوها شويه ومن بعد كنخلطوها مع الحليب. من بعد نكبوها في هاد لي غامكان صغيورين وكديريها في الثلاجة قلت لك 4 سوايع ولا 5 وكتدي موليها في لي زاسيات هكذا ومن بعد كتزوقي باللي بغيتي. حنا بالنسبة لينا حنا كنديرو هاد العريش ديال الخزامة في الوسط ونديرو هاد العريشات بحال شي وريضة وندورو عليه واحد الخط ديال العسل الحر. صافي تيجي المنظر زوين بزاف. تبارك الله عليك. بدينا كنشمو داك الريحة ديال العسل وكنشمو الريحة كذلك ديال الزعفران وديال الخزامه ولكن هما مركزين. بالمجرد ما غادي تنضاف عليهم هاد الكريمه مخفوقه شي شويه كنظن ان غادي ينقص الجهد ديالهم باش يلا كتسالي. غادي تكون ما تتكونش حلوه بزاف ما كتكونش مسوسه وتتحسي بديك المذاقات ديالهم كلهم. الله يعطيك الصحه. غادي نعاودو نتلاقاو باش غادي نشوفو كيفاش نشوف كديري لو دريساج ديال هاد الاطباق اللي جبتي لنا. هذا الفلوتي ديال الباربا كيتقدم بحال هكا. طحناه وخليناه حتى يبرد في الثلاجة ودرنا ديك الوريضة من اللي غرقات من قبيلة ولدابا. ايوا ما تحملاتش الوقت. ياك هنايا هذا الكموصة ولا سليلة ديال الفرماج تاع الماعز مع التمر ومع العسل. العسل كتقدم بحال هكذا كيزول هذاك الخويط. هذه نزلت لنا ولكن هذه باقا واقفة. باقا مزيونة. شفتيها هي مزيانها. وهنا كاين عندنا السمان معمر بالكسكسو والبصل حداه. التقديم ديالو هكا زوين هكا كنحطوه في لا ميزون ديالنا. وهذا الديسير كيجي مزوق ب ديك العرش الخزامه دائما تيبقى تيبقى في لو فون ديالو ملي كنحيدوه تيبقى تيخرج لنا دائما هكا تيجي بحال هكذاك. تبارك الله عليك. ربي يخليك. فوزيه شكرا بزاف. مرحبا بك في اي وقت. بارك الله فيك. كنشكرك وكنشكر انياس وكذلك بول. زوينه بزاف هذه الفكره ديال انه نتشاركوا انكم تشاركوا بجوج ثقافات تتعلموا. هي كتدير ثقافه اغلبيه اوروبيه اكل اوروبي وكنحاولوا ندمجوه مره هكا ومره هكا باش الانسان الا جا عندنا ما يملش يحس بالتنوع. ايه تماما. والاندماج مع ثقافتين. لا ولكن حتى اللي انا جاني زوين هو انه كتاخذي الاشياء وكتبسطيها لان داك التقنيات اللي كتعلمي صعيبه. انا ما هما مختلفين على التقنيات ديالنا كيخليوك كيساعدوك في العمل ديالك. الانسان ما كيقدرش يعقل على كل شيء خصو غير يبسط ويشوف عينه ميزان. اييه. الله يعطيك الصحه.